بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. يطيب لي أن أرحب بكم وأشكركم على حضوركم معنا هذا المؤتمر الصحفي المخصص لتدشين مبادرة مؤسسة الزبير لدعم الاقتصاد الوطني من بوابة المشاريع الصغيرة، والتي ترجمت بتأسيس مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة الذي نشهد اليوم انطلاقته الرسمية بعون الله. حضورنا الكرام، كنا وما زلنا في عمان نتحدث عن أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الهام بل الدور البالغ الأهمية لها في بناء اقتصاد مستمر ومستدام على المدى البعيد، نظراً للدور الكبير التي تلعبه في تأمين موارد مباشرة لأعداد كبيرة من المواطنين، فضلاً عن توفيرها لأعداد متزايدة من فرص العمل. لكن ما نتحدث عنه اليوم هو كيفية وضع ذلك موضع التطبيق الفعلي. كيف نزيد من جاذبية هذا القطاع لجمهور من الشباب اعتاد أن يرى مستقبله من خلال وظيفة مرحلية بالقطاع الخاص، أولاً لينتقل بعدها إلى ما يعتقد أنه ملاذه الآمن، أي الوظيفة الحكومية المستقرة. وكيف نأخذ بيد هؤلاء الراغبين في خوض غمار التجربة؟ لقد أشار مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مراراً وتكراراً في توجيهاته السامية لأهمية هذا القطاع وضرورة دعمه ليصبح لاعباً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وقد كان آخرها ما تفضل به في خطابه السامي في مجلس عمان العام الماضي على أنه ينبغي التركيز على تنمية الموارد البشرية ودعم أصحاب الأعمال الناشئة عبر توفير فرص التعليم والتدريب واكتساب الكفاءات والتوظيف. والذي كان من نتائجه المباشرة هذا الحراك الواضح للحكومة الرشيدة، والذي نشهد عليه جميعاً لتوفير كل الدعم في سبيل وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ. ومن هنا أيضا يأتي تحرك القطاع بمختلف مؤسساته، والذي نتشرف أن نكون من أحد رواده والسباقين فيه للاطلاع بمسؤولياتنا نحو هذا القطاع الاستراتيجي. إننا نتشرف أن نضع كل إمكاناتنا وخبراتنا وما تراكم لدينا من المعرفة والقدرة وعناصر القوة الأخرى في خدمة المؤسسات الصغيرة والفردية، ولنأخذ بيد الشباب الواعدين من أصحاب الأفكار المبدعة والطموح. نحن في مؤسسة الزبير نؤمن تماماً بالحكمة القائلة: لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد. ونعرف جيداً أن هنالك في هذا الوطن الكثير من المواهب والعقول المبدعة التي تحتاج لمن يأخذ بيدها ويضعها على أول الطريق، وهي كفيلة بعدها بتحقيق النجاح تلو النجاح. حضورنا الكرام، من هنا ولدت مبادرة مؤسسة الزبير الجديدة التي أطلقنا عليها اسم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، والتي تترجم إيماننا بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة في بناء اقتصاد مزدهر ومستقر ومتنوع الموارد للسلطنة. هذا المركز الذي نخطط له ليكون حاضناً لهذه العقول والأفكار، يذلل العقبات من أمامها ويمهد الطريق لها لتنطلق وتثبت حضورها على الساحة. نسعى ليكون مركزاً احترافياً أيضاً يضم تحت مظلته خيرة العقول الاقتصادية وأفضل المستشارين والخبراء في مختلف الاختصاصات، مركزاً يستطيع أصحاب الأعمال الناشئة
الاستفادة من معارفه وخبراته وشبكة اتصالاته وشركائه الاستراتيجيين على المستوى المحلي والدولي، مركزا يستفيد عمليا من عناصر الخبرة التي يملكها كونه جزءا لا يتجزأ من مجموعة اقتصادية وطنية كمؤسسة الزبير. هذا المركز الذي ستكون مهمته تقديم الدعم الشامل والمتكامل للمؤسسات الصغيرة والمبادرات الواعدة لتمكينها من النجاح والنمو والاعتماد على الذات من خلال الدعم الإداري والمالي والتسويقي والاستشاري والاستراتيجي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركائنا وعلاقاتنا الاستراتيجية المتينة داخل السلطنة وخارجها. ولذلك اسمحوا لي وعن طريقكم أنتم شركاؤنا الإعلاميين أن أتوجه بالرسالة إلى الشباب العماني الطموح والساعي نحو مستقبل أفضل له ولعائلته ولوطنه، أن لا يتردد في التواصل معنا وتقديم أفكاره ونقاش هذه الأفكار عن طريق المركز الذي لن يبخل بتقديم النصح والمشورة اللازمة لتحويل الأفكار إلى وقائع ثابتة على الأرض. عليكم المبادرة وعلينا الدعم لنصل معا إلى النجاح الذي نصب إليه. عليكم اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وعلينا الوقوف إلى جانبكم حتى تصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس. لقد وضعنا لكم في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة مخططا متكاملا لمساعدتكم على بلوغ الأهداف، يتضمن الدورات التدريبية وورش العمل ولقاءات التعارف العملية وغيرها من الخطوات الكفيلة بتعزيز فرص النجاح لأعمالكم التجارية. وسيقوم الأخ عباس في خطابه ببيان تفصيلي لذلك. وفي الختام لا يسعني سوى أن أكرر الشكر لكم جميعاً على الحضور أولاً وعلى الاهتمام ثانياً، متوسمين فيكم الشركاء في هذا المشروع وحاملي الرسالة لجمهوركم الكريم من شباب هذا الوطن المعطاء. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير هذا الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.